للمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. دكتور رامي أهلا وسهلا بحضرتك في البداية، وإلى أي مدى يمكن أن نعول على هذه الإجراءات الأخيرة من قبل محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل؟ بداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين، ويمكن يعني الإجراءات الحالية هي محكمة العدل الدولية بتكمل الدور اللي الأمم المتحدة فشلت أو ما عرفتش تعمله، بمعنى أدق إن الأمم المتحدة لما أنطونيو جوتيريش افتدى على المادة 99 لأول مرة في تاريخه لمجلس الأمن عشان يقوم بمهامه لوقف إطلاق النار ووقف ما يحدث بين إسرائيل من جرائم، اتصدمنا إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو، فجاءت جنوب أفريقيا من الجهة الأخرى لتخاطب محكمة العدل الدولية للمثول أو يعني تنفيذ إجراءاتها تجاه إسرائيل وإثبات أن إسرائيل بترتكب جرائم إبادة جماعية، ومن ثم محكمة العدل الدولية تقوم بدورها من إصدار بعض المطالبات أو بعض اللوائح أو القوانين أو القرارات اللي بتنادي بوقف إطلاق النار. وفي الحالتين هو طبعا يعني مسترة أو مستندسا للشعب الفلسطيني، لكن هتفضل في نقطة جدلية ومحل نقاش هي مدى التزام إسرائيل بالمطالبات دي. طيب يعني السفير عمار حجازي مساعد وزير خارجية فلسطين قال أن ربما تكون هناك عودة من جديد يوم 19 من فبراير، اليوم يعني دكتور رامي 26 من يناير، ما بين هذه الفترة والفترة الأخرى المنتظرة في الشهر القادم ربما نعول على التزام إسرائيل بهذه الإجراءات الإلزامية، خاصة وأن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قالت وصرحت في هذا المؤتمر الصحفي الذي كنا نتابعه منذ قليل بأنها لا تعول على أي أمل تجاه إسرائيل، ولكن نأمل بالتزام هذه الإجراءات من قبل محكمة العدل الدولية. يعني في سياق كل هذا، هل من الممكن أن نشهد جديد تجاه هذه الأزمة الإنسانية في المقام الأول؟ بص والله يا فندم انا مش عايز يعني اصدر نوع من اليأس اللي بيسمعني، لكن اسرائيل اكتر دولة او اكتر طرف بينتهك القانون الدولي وقانون الدولي الانساني، وانا متضامن مع اللي حضرتك قلتيه وحتى اللي قالته وزير الخارجية جنوب افريقيا. المسألة ان احنا قصاد طرف مغتصب بيستخدم او اعتاد على استخدام القوة في العلاقات الدولية، عشان اقدر اوقف استخدام القوة ده لازم يكون فيه رابع يعني، والرئيس السادات كان خيره مثال، الرئيس السادات هو الوحيد اللي قدر يوقفهم لما استخدم القوه واستخدم اساليب الردع معاهم، لكن ان انا قصاد طرف مختص يستخدم القوه والعنف والجريمه كوسيله لتحقيق هدف وهاجي اقول له معلش التزم بالقانون والتزم بالمطالبات، مش هيلتزم يعني. عشان كده انا قلت لحضرتك هي نقطه محل نقاش مدى التزام اسرائيل ايه بالتعليمات او القرارات او المطالبات اللي بتصدرها محكمه العدل الدوليه، وللاسف يعني هنا اسرائيل بتجد من يعطيها المبرر ومن يعطيها التغطيه او الدعم والشرعيه وهي الولايات المتحده الامريكيه. عارفه حضرتك مجلس الامن الوحيد على مستوى العالم اللي كان يقدر يوقف العنف الاسرائيلي لان كان من مهامه ان هو مهام حفظ السلم والامن الدولي ويقدر يرسل قوات متعدده الجنسيات في فلسطين او في غزه هي اللي تراقب الوضع، لكن بالفيتو الامريكي ده كان ضوء اخضر لاسرائيل تستمر في جرائمها. طيب يعني خلال سياق تصريحات محكمة العدل الدولية وكذلك أيضا بعض الإجراءات الإلزامية على إسرائيل، دعت أيضا بعض الدول التي تساعد يعني إسرائيل بشكل أو بآخر في دخول الأسلحة وكذلك في بعض الدعم المباشر والغير مباشر أو الذي يتم من وراء الكواليس، أيضا هذه الدول مدانة بشكل أو بآخر، هل يمكن أيضا الاعتماد على تغيير أو تخفيف الموقف بعد هذه التصريحات الأخيرة من محكمة العدل الدولية دكتور رامي؟ أحيي حضرتك جدا على السؤال ده، هو هنا إن إحنا هنا فعلا بطريقة غير مباشرة ممكن نشكل ضغط، وبالمناسبة مصر في خلال لقاءاتها الثنائية متعددة الأطراف كانت بتحاول تعمل ده. هنا الضغط هيجي إزاي يا فندم؟ مش عن طريق إسرائيل مباشرة، إنما عن طريق الدول اللي بتدعم إسرائيل وأخص بالذكرى وأهمها هي الولايات المتحدة الأمريكية. طب أنا عندي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح متعددة مع أكثر من دولة في افريقيا والشرق الاوسط، هنا هتكلم عن الاراده السياسيه،
الإرادة السياسية لو حصل إن تكتل دولي من أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا اللي فيها جنوب أفريقيا، حصل إن التكتل ده قدر يناور بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية المتعددة مع أكثر من دولة، هتبقى كفة قصاد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل في كفة، هنا ممكن نلاقي وقت إطلاقنا. لأن أولوية الولايات المتحدة الأمريكية دولة براجماتية بحت، يعني الأولوية عندها لمصلحتها أولا، حين ترتقي إن له مصلحة في استمرار وقف استمرار إطلاق النار هتدي الدول الأخضر لإسرائيل في كده، ولو شافت مصلحة في وقف إطلاق النار حاليا هتأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار. طيب ما الذي يمنع كل هذا أن يحدث على أرض الواقع؟ يعني تقصد حضرتك وقف اطلاق النار بالظبط كده، وحتى كمان يعني دعم الولايات المتحده بشكل او باخر لكل ما يتم من اسرائيل تجاه غزه. هرد على حضرتك بصراحه جدا، مبدا فرق تسد. انا عندي للاسف احنا قصاد امر راهن ان بقى في دول لها مصلحه مع اسرائيل ومع الولايات المتحده الامريكيه بتخاف على مصلحتها دي قصاد ان هي تدخل في تكتل او تعترض او تعارض السياسات الاسرائيليه اللي بتتم حاليا. وخليني اذكر حضرتك والساده المشاهدين فتره لما عملت مؤتمر القاهره للسلام ولما اتعمل مؤتمر بعد منه في المملكه العربيه السعوديه ما حصلش توافق عربي على سياسات محدده، بل بالعكس حصل اختلافات. ده حتى داخل البيت الفلسطيني نفسه انا عندي حركه فتح وحركه حماس، وجود سلطتين زي كده هو بالاساس لصالح اسرائيل. مبدا فرق التسد اللي بيستخدمه الطرف اللي بيستخدم القوه في العلاقات الدوليه قادر يوقع ما بين الطرفين وقادر ان هو يعمل اشكاليات كتير في الاخر في النهايه بتصب لصالحه هو. انما لو حدث تكتل له موقف موحد هنا هيحدث اللي حضرتك قلت عنه. استاذ العلاقات الدوليه الدكتور رامي عاشور، شكرا جزيلا لحضرتك.